السلام عليكم خوت، جيسبر تكونوا بخير وعلى خير. فيديو جديد، نهار جديد، ديما كاين الجديد ان شاء الله. الفيديو ديال اليوم خوت غنهضر على سواتش. كاين واحد السيري سبيسيال خارج في السواتش بغيت نهضر عليه، وفي نفس الوقت بغيت نبارطاجي معكم واحد الحاجه اللي انا كتعجبني بزاف بزاف. ديما كندوز من هاد الشارع تاع الشونزيليزي وكنشوف هاد الناس، هاد الناس اللي كتشوفوا فيهم هنايا شادين الصف. علاش شادين الصف هاد الناس؟ هادو اللهم بارك، الاحترام والنظام وكل بلاصتو، كلشي كيحترم الاخر، ما كاين لا دير ليا بلاصتي لا ندير لك بلاصتك. علاش هادشي الخوت ما يطبقش في الدول العربيه؟ علاش هادشي ما يطبقش في المغرب، الجزائر، في تونس، في الدول العربيه اون جينيرال؟ هاد الناس علاش جايين؟ هاد الناس هادو جايين على قبل واحد السيري سبيسيال خارج ديال السواتش مع الاوميغا. كاين واحد السيري سبيسيال اللي هو كتشوفوا فيها هو هنايا. خلي السيد يصور الاوميغا كما كتشوفوا الخوت، الاوميغا والسواتش دايرين واحد الكولوبوغاسيو بيناتهم ومخرجين هاد السيريات هادو. هاد السيريات اللي كتشوفوا فيهم الخوت راه اوميغا وسواتش في نفس الوقت. ها هو كاين واحد السيري قليل، ما كاينش منه بزاف، حتى الثمن راه غالي. نوريكم واحد المنظر الخوت، هادو اللي كتشوفوا فيهم هنا راه بوليس. الو، نرجعوا للموضوع ديالنا. كيف قلنا حنا راه في السواتش، وهاد الناس اللي كتشوفوا فيهم كاملين دابا راه نقصوا شويه، اما راه كانوا بزاف تاع الناس. هاد الناس اللي كتشوفوا فيهم دابا دايرين صف، كلهم جايين بغا ياخذوا واحد السيري سبيسيال كيف قلت لكم ديال السواتش. هو كتشوفوا فيهم دايرين الصف، كيجيو لهنايا راه السيكوريتي في الاول الاولاني في دير المظل الابيض هذا، كيدخل مثلا بستة ولا بثمانية كيدخلهم لهنايا، كيكونفيرمي مع السيكوريتي الاخر وكيدخلوه. نحاول ندخلو نشوفو وجو. احنا الخوت في المكازا ديال السواتش، مدايرينش الاثمنة، مي بغيت نوريكم غير لي ديزاين. كاين الاثمنة ولكن معرفش واش كاين لداخل ولا لا. حنا دايره 100 اورو، 80 اورو، 80 اورو، 100 اورو. هادو كتشوفو فيهم راه كلهم سواتش، 100 اورو، 90 اورو، 95 اورو. Bonjour madame, je peux vous renseigner peut-être? J'enregistre un transfert, j'ai vu les vidéos sur YouTube, j'ai vu les vidéos ici, c'est possible. Ah oui, bien sûr. Ouais. Merci, c'est gentil. Et des vidéos par rapport à quoi? Juste pour rapprocher les gens, les prix, les dernières modèles comme ça. D'accord. Il n'y a pas de souci si tu déranges. Ah non, mais allez-y. Merci. Hein. Alors, je prends la permission avec la femme ici qui travaille ici là. كما كتشوفوا هادي 100 اورو، 120 اورو، 95 اورو، 150 اورو. يعني راه كاينين الاثمنة ديال بصح. وجو ميه وثلاثين اورو، 130 اورو، 130 اورو، 115 اورو.
75 اورو 80 اورو 90 اورو ثمانين 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 خمسة وسبعين الخوت ما كملش الصور وصلت حتى دوك الموديلات اللي كسبان صور ليكم وقالك سي انتي غادي تصورهم جو بونس على قبل الثمن ديالهم ما خلونيش نكمل صور قال لي سيل فو بليس انتيردي دو برون لي فوتو ايسي الوغ هادو هما الموديلات اللي الناس دايرين عليهم الصف بغينا نعرفوا في الصراحه الاثمنه ديالهم ما كتبش هادشي علاش ما كملش الفيديو وانتو لي كا جو بونس اللي باغي يعرف الاثمنه يقدر يدخل سيغ لو سيت رجعنا معكم الخوت من بعد ما قلبت لو سيت لقيت ان الاثمنه ديالهم هو 250 اورو اثمنه ديال هاد اوميغا اس واتش هاد سيري سبيسيال كيتراوح ما بين 250 اورو هو الثمن ديالهم الخوت 250 اورو طبيعة الحال كيف قلت لكم حتى وصلت لذاك البلاصه فين كيتباعوا والسيد قال لي واش يمكن لك تحبس صور سي انتيردي هذا ما كان الخوت يقلب يشوف المهم هذا هو السيري سبيسيال اللي كاين ما بين اوميغا اي سواتش هذا ما كان الخوت خونا طيح لنا المورال ما خلاناش نوصل لكم ميساج مي وصلت لكم المعلومه كنتمنى انني وصلت لكم المعلومه هذا ما كان الخوت في الفيديو ديال اليوم خليناكم في رحمه الله السلام عليكم